طيب انت رحت انت الان جيت من العباد الان جيت من العباد ما رايك؟ الحمد لله سابرة الى راس العباد. ايوه بل الشيخ منصور الشيخ ناصر وجميع المساهمين. التجار قدم والمواطن قدم اكثر من التاجر، المواطن قدم قد يكون 100% ما عنده قدم، صاحب الدكان اللي على الخط قدم قال في سبيل الله، والتاجر عنده اموال كثير ما قدم له حاجه بسيطه، يجب عليهم بذل جهد اكبر في دعم المشروع وانجاح المشروع. وبعدين بلادنا مهيئه للسياحه، فيها مآثر تاريخيه ومآثر قديمه لها من حتى في العبه في هناك جامع له 1000 عام. ها؟ له 1000 عام شفت مسقوف بحجر واحده، السقف حقه حجر واحده. اذا اين الحكومات المتعاقبه؟ نسألكم السلامه وهو في امان الله. حياكم الله.